اهلا بكم مره اخرى مشاهدينا. كل سنه بيحصل انه يبقى في موضوع الميس يونيفرس جميلات العالم، وصادفت السنه دي ان هي في رمضان. 83 جميله من جميلات العالم بيتحضرنا للساعات الاخيره للتنافس على لقب ملكه جمال الكون 2010. تدريبات مكثفه يعني بتخضع لها المتنافسات بمشاركه عربيه من مصر ولبنان، وبالاضافه الى ملكه جمال امريكا ريما فقيه اللبنانيه الاصل التي اعلنت انها ستشارك وهي صائمه. عموما مشاهدينا بنتحول للاس فيغاس مع موفد اليوم على الحرة مروان زعتر ليضعنا في أجواء الاستعدادات لأجمل جميلات العالم. إليك يا مروان. تحية مميزة لجميع الزملاء في الاستوديو، وتحية كبيرة لمشاهدي برنامج اليوم على الحرة. أحييكم من هنا من ولاية نيفادا، وتحديدا من مدينة لاس فيغاس، المدينة الأشهر في عالم الترفيه. أنا أقف تماما عند مدخل المدينة، وخلفي يوجد فندق ومنتجع مندلي باي. هذا الفندق الذي يستضيف 83 ملكة جمال من أجمل فتيات العالم. أتينا إلى هنا إلى مدينة لاس فيغاس للتباري على لقب ملكة جمال الكون لعام 2010. ملكة جمال الكون لعام 2009 كانت الفنزويلية ستيفاني فرنانديز. مساء غد الاثنين ستسلم اللقب والتاج لملكة جديدة. على العموم الملكات المتبريات نهارهن طويل، فهن يخضعن لتدريبات مكثفة. نهارهن يبدأ في 7 صباحا بلقاءات صحفية مع صحفيين أتوا من مختلف أنحاء العالم، وفي المساء هن يخضعن لتدريبات مكثفة على الحفل الكبير، حفل ملكة جمال الكون الذي سيكون مساء غد الاثنين. فهن يتدربن كي يكون الحفل بأبهى حلة وأيضا في أجمل صورة. هناك مشاركات عربية مميزة، هناك مشاركة لملكة جمال مصر دنيا حامد، بالإضافة إلى ملكة جمال لبنان رهف العبد الله، وطبعا ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية ريما فقيه الأمريكية من أصل عربي لبناني. كاميرا اليوم رافقت الملكات الجميلات الحسنوات في نهارهن الطويل، ورصدت لكم هذه اللقطات نشاهدها في هذا التقرير. لاس فيغاس مدينة تجمع تحت سمائها أشهر وأهم مدن العالم السياحية والثقافية، واليوم تفتح ذراعيها لتستقبل أجمل جميلات العالم في السعي للحصول على لقب ملكة جمال الكون لعام 2010. Hello Alhora, I'm Miss Rasha Irina Antonenko. Hi, I'm Miss Bahamas 2010 and I just want to say marhaba aliyom. هكذا بدت أجواء صباح إحدى يوميات الملكات المتباريات، فظهرنا في أبهى حلة وفي كامل نشاطهن، فكنا على استعداد للإجابة على أي سؤال من قبل الصحفيين. I feel like in the paradise. أشعر وكأنني في الجنة، إنها فرصة مدهشة ورائعة منحتها للحياة بأن أكون رفقة نحو 82 فتاة من مختلف أنحاء العالم، والقيام بأنشطة كثيرة ورائعة في لاس فيغاس التي يطيب فيها المقام. ومن هنا من انتهز الفرصة لتوجيه رسالة شكر ومحبة. أريد أن أشكركم وأنقل لكم شكر كل الهايتيين. نحن ممتنون لكل العالم، نشعر أن العالم كله صديق حقيقي لهايتي في الوقت الحاضر، وأريد أن أذكركم بأن هايتي لا تزال تحتاج المساعدة، وإذا اعتقدتم بأنه بإمكانكم مساعدتها وتقديم أي شيء لها سيكون ذلك أمرا جيدا، لأن هايتي بحاجة لذلك. أما في المساء فخضعنا الملكات لتمارين مكثفة على المسرح المخصص للحفل، فبدا الحدث وكأنه حقيقي بكل تفاصيله، بالطبع عدا عن النتيجة النهائية. بعد أن عرف الملكات على أنفسهن والبلد الذي يمثلنه، كانت لهن إطلالة مميزة في ثوب السهرة. ملكات بكل ما تحمل الكلمة من معنى، إطلالة رائعة وأناقة باهرة. وختام سهرة التمارين كانت بملابس السباحة. بعدها ودعنا الحضور بابتسامة جميلة على أمل اللقاء في السهرة الكبرى، سهرة تحقيق حلم العمر، ملكة جمال الكون لعام 2010.
وعشرة. مشاهدينا، تغطيتنا لملكة جمال الكون لعام 2010 لم ولن تنتهي هنا، سنرصد لكم كل الأجواء وكل الأحداث لحظة بلحظة. تابعونا دائما في برنامج اليوم على الحرة، وغدا تتابعون لقاءات خاصة جدا وحصرية مع ملكة جمال مصر دنيا حامد، ملكة جمال لبنان رهف العبدالله، وملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية ريما فقيه. نتمنى لكل الجميلات الملكات المتبريات كل الحظ والتوفيق.